بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس 20. أن يعمل سوءا يجزى به، أنتم أو أهل الكتاب. من يعمل سوءا من المسلمين أو من أهل الكتاب. سوء يعني معاصي وسيئات، سوء يعني سيئات. يجزى به، يجزى بما قدم من السوء، يجزى بالعذاب. لا فرق بين كتابي وبين مسلم. من يعمل سوءا يجزى به، وهذا عدل الله سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل، من أي أحد، من الأولين أو من الآخرين أو من أهل الكتاب أو من المسلمين. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين. من يعمل سوءا، أي سوء وأي ذنب يجزى به. من يسلم منها؟ من يسلم من الذنوب؟ شق ذلك على المسلمين. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية جاء أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ما يجد من الخوف من هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس تصيبك اللأواء؟ أليس يصيبك كذا وكذا؟ حتى الشوكة يشاكها المسلم، هذا مما يجزى به، مما يجزى به. فخف ذلك على المسلمين. أن يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجزى به بلا شك، لكن الجزاء يختلف، منه جزاء بالعذاب، ومنه جزاء بالمصائب، ومنه جزاء بالمكاره. حتى الشوكة إذا أصابت المؤمن فهي من الجزاء، ويكفر الله بها ذنوبه، فهي من صالحه لأنها تطهير. ومن يعمل من الصالحات، هذا مقابل من يعمل سوءا. من يعمل من الصالحات سواء من الأولين أو من الآخرين، سواء من أهل الكتاب أو من المسلمين. من يعمل من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات، من الأعمال الصالحة، وهو مؤمن بهذا الشرط، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا، الجزاء يتساوى فيه الذكور والإناث. الجزاء لا فرق بين الذكورية والأنوثية. من عمل صالحا يجزى به، ومن عمل سوءا يجزى به، ذكرا أو أنثى، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الشرط. أما من يعمل من الصالحات وهو ليس بمؤمن فهذا يكون منافقا. المنافقون يصلون ويصومون ويتصدقون وغير ذلك، لكنهم ليسوا مؤمنين، إنما يفعلون هذا لمصالح دنيوية فقط، لا تنفعهم أعماله وهو مؤمن. وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول
واعتقاد وعمل، يعمل من الصالحات هذا العمل، وهو مؤمن هذا الاعتقاد. الإيمان قول وعمل، وليس قولا بلا عمل ولا عمل بدون قول. لا بد من ترابط هذه الأمور. يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فأولئك الذين هذه صفتهم يدخلون الجنة، يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، لا يضيع من أعمالهم الصالحة شيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا يظلمون نقيرا. ما هو النقير؟ النقير هو النقرة التي في ظهر النواة، نواة التمر تجدون فيها نقرة في ظهرها، هذا هو النقير وهو أقل شيء. طيب والقطمير ما هو؟ القطمير هو اللفافة التي على النواة. الفتيل ما هو؟ لا يظلمون فتيلا. الفتيل هو الخيط الذي في ثقبة النواة. كل هذه الثلاثة في النواة، نواة التمر. ولا يظلمون نقيرا. ثم أيضا ليس التفاوت في كون هذا كتابي وهذا مسلم. قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. من أحسن دين؟ ما فيه أحسن من هذا. ومن أحسن دينا، ومن لا أحسن من هذا، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن بهذين الشرطين، أن يسلم وجهه لله، وهذا هو الإخلاص في العمل، لا يكون في عمله شرك ولا رياء ولا سمعة، هذا معنى إسلام الوجه لله، الإخلاص في العمل. وهو محسن متبع للسنة، متجنب للبدعة. فإذا اجتمع في العمل هذان الشرطان فهو عمل صالح ومقبول. الشرط الأول الإخلاص، وذلك بإسلام الوجه، يعني القصد، الوجه المراد به القصد، القصد والنية، الإخلاص. الشرط الثاني الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل بالبدع والمحدثات. الشرط الأول ينفي الشرك، الشرط الثاني ينفي البدع كلها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيشترط في العمل هذان الشرطان ليقبل عند الله. فإن فقد الشرطين أو أحدهما فإنه مردود على صاحبه. من يعمل من الصالحات، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا يعم الأولين والآخرين، واليهود والنصارى والمسلمون، لا فرق في هذا. من توفر فيه هذان الشرطان فهذا هو العمل الصالح المقبول عند الله سبحانه وتعالى. واتبع ملة إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء، فإنه إمام. قال إني جاعلك للناس إماما، فهو إمام المسلمين،
وهو أبو الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، واتبع ملة إبراهيم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إن أولى الناس بإبراهيم من؟ للذين اتبعوه. وهذا النبي من هو؟ هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه. أما اليهود والنصارى فيدعون أنهم على ملة إبراهيم ولكنهم لم يتبعوه، إذن فهو بريء منهم. اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما معنى حنيفا؟ مقبلا على الله، معرضا عما سواه. هذا هو الحنيف، مقبلا على الله بوجهه وعمله وقصده، معرضا عما سواه. هذا هو الحنيف، وملته هي الحنيفية، ملة أبيكم إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. تبع ملة إبراهيم حنيفا، أي حال كونه حنيفا. ما يكون على ملة إبراهيم وهو غير حنيف؟ من كان عنده شرك كفر فليس هو على ملة إبراهيم، من كان عنده بدع ومحدثات فليس على ملة إبراهيم وإن انتسب إليها، بشرط أن يكون حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، خليل. الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة عشر درجات، عشر درجات، ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين وفي روضة المحبين وفي عشر درجات، أعلاها الخلة. اتخذ الله إبراهيم خليلا، فإبراهيم خليل الله، لم ينل هذه المرتبة من الخلق إلا هو ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عند موته صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. والخلة ما تقبل الاشتراك، الخلة ما تقبل الاشتراك. فإبراهيم خليل الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. وفي الحديث الذي سمعتم إشارة إلى استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا من أدلة خلافته رضي الله عنه. اتخذ الله إبراهيم خليلا. فاليهود والنصارى يدعون أنهم على دين إبراهيم، ويقولون إبراهيم، اليهود يقولون إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إبراهيم نصراني. قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. الأمور ليست بالدعاوى، الحقائق. فالذي على ملة إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته.
أما اليهود والنصارى فليسوا على ملة إبراهيم ولا على دينه، لأنهم انحرفوا. أما المسلمون منهم والمؤمنون منهم فهم على ملة إبراهيم. أما الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، يقولون إن المسيح ابن الله، ليسوا على ملة إبراهيم. اليهود الذين يسبون الله ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون في الله الأقوال القبيحة، هؤلاء ليسوا على ملة إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. لم تحاجون في إبراهيم؟ يقول الله لهم، لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ كيف يكون يهودي والتوراة ما أنزلت إلا من بعده؟ كيف يكون نصراني وهما أنزل الإنجيل إلا من بعده؟ الله رد عليهم وأفحمهم وأبطل تمنياتهم. تبع ملة إبراهيم حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي أعلى درجات المحبة، الله يحب. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الله يوصف بأنه يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، ولكن لم يصل إلى درجة الخلة إلا اثنان، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وإلا فالله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، لكن لا يصل هذا إلى درجة الخلة. اتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. لله ما في السماوات السبع من الملائكة ومن المخلوقات ومن الكواكب والنجوم وكل ما هو في السماء فهو ملك لله سبحانه وتعالى، وكل ما في الأرض فهو ملك لله، من الآدميين والجن والإنس والحيوانات والأشجار والأحجار والجبال والأنهار والبحار، كلها ملك لله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، هم عباده سبحانه. حتى الكفار عباد لله، العبودية العامة التي هي عبودية القهر والملك، أما العبودية الخاصة فهذه إنما تكون للمؤمنين، تكون للمؤمنين عباد الله الذين آمنوا به وأطاعوه واتبعوا ما أنزل، هؤلاء هم العبيد الخواص لله عز وجل. ما العبودية العامة؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم عبيده. ولله ما في السماوات وما في الأرض. إذن ما وش بقي؟ إذن بقي للأوثان، للأصنام، للأضرحة، للأولياء، بقي لهم شيء؟ لا، لله ما في السماوات وما في الأرض، ما لحد شيء إذن، إلا من يملكه الله ويعطيه الله سبحانه وتعالى. وللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا فيه عموم
ملك الله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يملك شيئا من السماوات والأرض إلا من ملكه الله سبحانه وتعالى. إذن يبطل بهذا عبادة غير الله، لأنه لا يملك شيئا. يبطل عبادة غير الله لأنه لا يملك شيئا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير عرفتموه، ما يملكون من قطمير، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ وكان الله بكل شيء محيطا، قدرته سبحانه شاملة لكل شيء، علمه شامل لكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علمه في كل مكان. وأما هو سبحانه فإنه فوق عرشه وفوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. كان الله كان ولا يزال سبحانه وتعالى بكل شيء، دقيق أو جليل، كبير أو صغير، خفي أو ظاهر، الله قد أحاط به سبحانه وتعالى. كان الله بكل شيء محيطا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل من طاف حول الكعبة يجب عليه أن يصلي ركعتين، وهل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف؟ نعم، من طاف بالكعبة فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين بعد الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت أتى إلى مقام إبراهيم وتلا هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى عند مقام إبراهيم، جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين تسميان ركعتي الطواف. نعم. من كان في المسجد ثم خرج لقضاء حاجة وعاد، هل يجب عليه صلاة ركعتين تحية المسجد؟ إذا خرج بنية الرجوع، خرج لحاجة بنية الرجوع ورجع قريبا، فليس عليه تحية مسجد، لأنه في حكم الجالس في المسجد. نعم. يقول: أعاني من مشكلة قد توصلني إلى الشرك، وهي خوفي من الجني، وقد حاولت أن أعالج نفسي بقراءة القرآن. خوفه من الجن. نعم. وقد حاولت أن أعالج نفسي بقراءة القرآن والتوكل على الله، لكن دون فائدة، وكذلك أبواب الخوف، فما هو العلاج؟ لا تيأس أبدا، اقرأ القرآن واستعذ من الشيطان ولا تيأس أبدا. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقراءة الورد في الصباح والمساء، قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ما تيسر من القرآن، هذا أيضا يكون حرزا لك من الشيطان بإذن الله عز وجل. ولا تيأس، ولا يقنطك الشيطان من الورد ومن قراءة القرآن، لا
القرآن سيقنطك وسيوسوس لك، لكن لا تيأس أبدا، وداوم على الورد في الصباح والمساء، وأكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم. نعم. يقول: هل نصلي خلف من لا يقول أن اليهود والنصارى كفار وقد نصح؟ يقول أن اليهود النصارى الذين يشركون بالله ويقولون المسيح ابن مريم ابن الله، واليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا عليه السلام، فدل على أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء. فكيف يقال أن اليهود والنصارى إنهم مسلمون وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالقرآن الكريم؟ ما يقول هذا إلا إما جاهل وإما زنديق، نسأل الله العافية. نعم. ما حكم من طاف حول الكعبة ولم يأتي بالسعي؟ ماذا عليه في العمرة؟ ما تمت عمرته، لأن العمرة هي الإحرام وهي نية الدخول في النسك، الإحرام، ثم الطواف في الكعبة 7 أشواط، ثم السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم الحلق أو التقصير. هذه هي العمرة، لا بد من هذه الأمور، فمن ترك شيئا منها لم تتم عمرته حتى يأتي به. نعم. ما حكم إدخال الأشياء الغير مصرحة داخل الحرم كالعصيرات والمشروبات الأخرى؟ نعم. ما حكم إدخال الأشياء غير المصرح بها داخل الحرم كالعصيرات والمشروبات الأخرى والمأكولات المباحة؟ إذا لم يؤذن بدخولها فلا يجوز إدخالها، لأن هذا مخالف لطاعة ولي الأمر، وربما يكون فيه خلل في ما يتساقط منه في المسجد أو غير ذلك، لابد من أن يكون مأذونا به. نعم. يقول: أنا شاب أرغب في الاستقامة على دين الله، لكن أعاني من بعض الأصدقاء الذين يشربون الدخان ويلعبون الورقة، فبماذا تنصحونني؟ لا تصاحبهم، صاحب غيرهم ممن ليس عندهم شيء من هذه الأمور. إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. نعم. يقول سماحة الشيخ: إمام مسجد لديه تقصير في واجبات الصلاة، فما حكم الصلاة خلفه؟ ما ندري ما هو التقصير الذي عنده، يبين ما هو التقصير الذي عنده. نعم. يقول: ما حكم من يصلي لكنه يؤخر الصلاة عن وقتها؟ إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فإنها لا تقبل. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات محددة، وفي الحديث: صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها. فإذا لم يكن عنده عذر في تأخيرها عن وقتها فإنها لا تقبل، وهذا تضييع للصلاة. نعم. يقول: هل على الحمام زكاة؟ إذا كان يبيع ويشري الحمام فإن الزكاة تجب في قيمته إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. نعم.
وما حكم الصلاة خلف من يعتقد ويعبد القبور؟ لا تصح الصلاة خلفه لأن هذا شرك، عبادة القبور شرك، كل عبادة لغير الله فهي شرك، القبور أو غيرها. نعم. يقول: إذا كنت أطالب شخص بمبلغ من المال وهو فقير، إذا كنت أطالب شخص آخر بمبلغ من المال وهو فقير، هل يجوز أن أعتبر هذا المال من الزكاة وهو من المحقين للزكاة؟ لا، يعني يوم أنك أيست من المبلغ تحطه زكاة، لا، ما إسقاط الدين ما يكفي عن الزكاة. نعم، الله جل وعلا يقول: وآتوا الزكاة، آتوا، ادفعها للمستحقين. أما أنك تسقط الدين تقول هذا زكاة، لا، لما أنك خفت أنه ما يجي خليه زكاة. نعم. يقول: جاء بمصر محرما وهو ينوي العمرة، لكنه مرض مرضا شديدا ولم يؤدي مناسك العمرة، وتحلل من الإحرام بمكة، ثم تحسنت صحته ويريد أن يعتمر وهو في مكة، ما الحكم في تحلله من الإحرام بسبب المرض دون العمرة؟ وهل يحرم من التنعيم ويؤدي العمرة؟ يعيد عليه ملابس الإحرام، يعيد عليه ملابس الإحرام، هو محرم ما زال محرما، فيعيد ملابس الإحرام ويؤدي العمرة ما دام أنه عافاه الله واستطاع. نعم. يقول: هل نصلي الفريضة في الطائرة أو السيارة إذا كانت تسير؟ في الطائرة إذا كانت الرحلة طويلة يخرج الوقت وينتهي الليل أو النهار وفي الجو، تصلون في الطائرة على حسب الاستطاعة، تصلون في الطائرة على حسب الاستطاعة، تقول الله ما استطعتم. أما السيارة إن كان أنها تتوقف وتصلون على الأرض. نعم. ويقول: هل تصح الصلاة بالإشارة بالإصبع في حالة عدم الاستطاعة؟ لا، ما ورد هذا، الإصبع ما يصلى، هذا قول العوام، هذا صلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. يقول: هل مضاعفة الصلوات في مساجد مكة جميعها أم في الحرم فقط؟ الصحيح أن المضاعفة تشمل الحرم كله، كل ما هو داخل الأميال هو المسجد الحرام كله، الحمد لله، فضل الله واسع. نعم. يقول: لدينا إمام مسجد يصلي بنا ويسلم تسليم واحدة جهرا ثم يسلم الثانية سرا، فهل فعله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، يجهر بالتسليمتين، يجهر بالتسليمتين. نعم. يقول سماحة الشيخ: هل يجوز أن نشتري الألعاب للأطفال التي فيها صور وأشكال؟ لا تربون أولادكم على الصور، لا يجوز هذا، اشتر لهم ألعاب على غير صور ذوات الأرواح، صور على غير ذوات الأرواح لا بأس. نعم. يقول: أريد شراء سيارة بالتقسيط، لكن تكون السيارة ملكا للشركة حتى أنتهي من سداد الأقساط ثم تنقل إلى ملكي، هل هذا البيع صحيح؟ لا، ما هو بيع هذا ما هو بيع، البيع لا بد أن يكون منجزا، يكون منجز ما يكون معلق، إن سددت إن بعناها عليك وما سددت ما بيننا بيع، هذا ما يجوز. حتى قالوا لو قال على أن تنقدني، أبيعك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، يعني ثلاث ليال، لم ينعقد البيع، ما يجوز تعليق البيع. لكن يمكن الشركة أنها تبيع السيارة عليك وترهنها، ترهنها
بقيمتها حتى تسجدها. نعم. يقول سماحة الشيخ: نحن مسؤولون عن مسجد في أمريكا، وبعض الإخوة يسألون. يقول نحن مسؤولون عن مسجد في أمريكا ويسألون الناس وبعض الإخوة يسألون الناس الفقراء المال، والمال الذي لدى المسجد قد أعطي لكي نقوم بواجبات المسجد كتسديد فاتورة الكهرباء إلى آخره، فهل يجوز أن نعطي الفقراء من هذا المال؟ لا، المال على نية صاحبه وقد نواه للمسجد، فلا يجوز صرفه إلى غير المسجد. نعم. يقول: مسافر دخل المسجد والإمام يصلي صلاة العشاء في الركعة الأولى وهو لم يصلي المغرب، ماذا يفعل؟ هل يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب أو ماذا يفعل؟ لا، يدخل معه بنية المغرب، يصلي المغرب ويصلي العشاء بعدها إذا سلم الإمام. نعم. يقول: إذا كنت أصلي وفجأة مرت بجانبي امرأة أو لمستني، هل أنصرف من صلاتي؟ ليه؟ ما تنصرف من صلاتك، ولو لمست المرأة أو لمستك المرأة، خصوصا في مواطن الزحام في المسجد الحرام، هذا ما يضر إن شاء الله، لأنك ما قصدت أن تلمسها. نعم. يقول حفظكم الله: لقد انتشر في بلدنا التشيع والنصرانية، فبماذا تنصحوننا ونرجو الدعاء لنا في الجزائر أن يرفع الله عنا هذا البلاء؟ عليكم بالدعوة إلى الله والبيان والتحذير من ترك السنة إلى التشيع، ومن ترك الدين الإسلامي إلى النصرانية. عليكم بالدعوة إلى الله والبيان للناس، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول المعتمر الذي حدد مدة الإقامة: هل يصلي السنن الرواتب والنوافل؟ الذي حدد مدة الإقامة إذا أتم الصلاة يأتي بالرواتب، وإذا قصر إنه لا يأتي بالرواتب. نعم. يقول: هل يسمى الحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية طاغوتا سواء اعتقد الحكم بها أو لم يعتقد؟ وإذا كان كذلك كيف يكون الكفر بالطاغوت؟ هذا الكلام فيه تفصيل ذكره العلماء كثير في تفسيره وغيره، يرجع إليه. نعم. يقول: ما حكم أخذ المال تعويض عن اصطدام سيارة من شركة التأمين؟ التأمين التجاري لا يجوز، وهو أكل للمال بالباطل، ويدخله الربا، لأنك تدفع مبلغا قليلا وقد تكون الغرامة كبيرة أكثر مما دفعت، يكون هذا ربا أيضا. صلح سيارك من مالك ويخلف الله عليك والحمد لله. نعم. أقول: اعتمرت وذهبت إلى جدة وجلست فيها 3 أيام ثم عدت وأكملت 10 أيام، هل يجوز لي عمل عمرة أخرى ومن أين أحرم؟ نعم، يجوز لك عمل عمرة أخرى وتحرم من الحل خارج الأميال، إما من التنعيم وإما من الجعرانة وإما من عرفة، خارج حدود الحرم. نعم. يقول: من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ طواف الوداع طيب، فإذا طاف للوداع فهذا أتم وأحسن. نعم. يقول: أنا شاب مقبل على الزواج، لكن كلما تقدمت لخطبة فتاة تحدث لهم مصيبة، إما موت والدها أو والدتها أو أحد من عائلتها، أو تحدث للفتاة نفسها حادثة تبقى طريحة الفراش،
ومنذ حوالي 6 سنوات وأنا على هذه الحالة، وقد تكررت معي هذه الحوادث. مع العلم أعالج الناس من المس والسحر والعين بالقرآن وبالأذكار المشروعة، فما نصيحتكم لي؟ عليك بالدعاء والتوكل على الله، عليك بالدعاء والتوكل على الله وعدم الاعتقاد والتشاؤم، تجنب هذا والله سبحانه قريب مجيب. نعم. أحرم من الميقات وطاف وأدى العمرة بالطواف والسعي ونسي التقصير، ماذا عليه؟ باق عليه التقصير، يعيد ملابس الإحرام عليه إذا كان خلعها في أي مكان، في أي مكان ما هو لازم في الحرم، إذا ذكر أو ذكر يعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق أو يقصر وتتم عمرته. نعم. هل من توجيه ونصيحة لمن ابتلي بالنظر إلى المحرمات؟ توبة إلى الله عز وجل، لا يتمادى في النظر إلى ما حرم الله عليه، أن يتوب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يتوب إلى الله ويغض بصر. نعم. يقول: امرأة في فرنسا تعمل في مستشفى خاص بالمعاقين، فهي تقوم على نظافتهم وغسل مكان النجاسة إذا استلزم الأمر، وتسأل هل هذا العمل جائز أن تقوم بهذا العمل للرجال؟ الرجال، هذا الرجال يقوم بخدمتهم رجال، والنساء يقوم بخدمتها نساء. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما هي الأمور المباحة في الأفراح للنساء؟ المباحة لهن الاجتماع، لا بأس به أن يجتمعن ويلتزمن بالستر عن الرجال، ويلتزمن بالستر عن بعضهن بعض، الستر الضافي. والرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهن في ضرب الدهن لإعلان النكاح، يضربن الدهن، ولا بأس بأن يغنين بأصواتهن بالغناء المعتاد عند النساء بدون أنه في مكبر صوت أو في مسجل، لا ما يجوز هذا. نعم. يقول: هل يجب علي إذا دخلت مطعما للأكل أن أسأل عن الدجاج هل هو مجمد أو من دولة إسلامية أو كافرة؟ لا تسأل، لكن إذا كان مشكل عليك وفيه اشتباه اتركه واطلب سمك، اطلب السمك عندهم أو رح المطعم فيه سمك. نعم. هل هناك مدة معينة بين العمرتين؟ ليس هناك مدة معينة، ولكن كونه يجعل بينهما